بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سنتأمل اليوم إحدى الروائع البلاغية في القرآن العظيم. قلنا دائما كل حرف وكل كلمة في القرآن وضع في المكان الصحيح والدقيق والذي يحقق إعجازا بلاغيا وعلميا وعدديا أيضا. اليوم أنا لدي آيتين متشابهتين في القرآن العظيم أيها الأحبة، ولكن بفرق كلمة واحدة، كلمة هم. انظر معي أخي الحبيب، الآية تتحدث عن صنف من الناس وما أكثرهم اليوم للأسف، الذين يصدون عن سبيل الله. يمنع ذكر الله، يشغل الناس عن ذكر الله، حتى عندما تضع مقطع ضاحك أو ساخر على اليوتيوب مثلا بهدف أن تشغل الناس وتضحك الناس وتلهيهم عن ذكر الله، هذا صد، كأنك تضع حاجز تصد هذا الإنسان عن أن يذكر الله. لذلك احذروا أيها الأحبة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. انتبهوا معي أيها الأحبة، وهم بالآخرة كافرون. في الآية الثانية، طبعا هاتين الآيتين لا يوجد غيرهما في القرآن بنفس الصيغة. الآية الثانية الأولى في سورة الأعراف، الثانية في سورة هود، نفس الآية تماما، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أنا وضعت هنا كلمة هم باللون الأحمر فقط لأميزها. طيب، هل القضية عشوائية كما يقول الملحدون، أي كلام يعني، أم أن هذه الكلمة مقصودة هنا ولها عمل، ولو حذفت سيختفي الإعجاز أيها الأحبة، سيختفي هذا البناء البلاغي والعددي المحكم في القرآن العظيم؟ كيف؟ سنشرح لكم أيها الأحبة. في البداية، القرآن يستخدم أساليب لتأكيد المعلومة، يعني وهم بالآخرة كافرون هذه ليس فيها تأكيد، بينما عندما تقول وهم بالآخرة هم كافرون تكرر كلمة هم بهدف التأكيد. طب لماذا هذه الآية أكد الله فيها أن هؤلاء كافرون؟ في الآية الأولى لم يؤكد، يعني هل القضية عشوائية أم هناك هدف، هناك شيء يعني نتأمله؟ انظروا أيها الأحبة، قبل أن نرى الآيات بالضبط، أنت متى تحتاج أن تؤكد لشخص معلومة معينة؟ عندما ينكر، صح؟ أما إذا أقر هذه المعلومة، يعني نحن عندما نناقش ملحد ونقول له الخمر يسبب 7 أنواع من السرطان، هذا الملحد في البداية ينكر هذه المعلومة، فنأتيه بالدليل ونقول له الخمر بالفعل يسبب وهذا هو الدليل، نؤكد له، فعندما يقتنع لا داعي للتأكيد. إذن مدلول الآية، أنا يعني الآن سأضع نتيجة وأختبر هذه النتيجة هل هي صحيحة. الآية الأولى هنا لا تحتاج لتأكيد، لأن الكافر هذا مقر ومعترف أنه كافر، فالآية لا داعي أن تؤكد له وهم بالآخرة هم كافرون، لا، وهم بالآخرة كافرون. بينما الآية الثانية
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إذن الكافر هنا في الآية الثانية ينكر أنه كافر. طيب متى تتحقق هذه المعادلة؟ متى الكافر ينكر أنه كافر ومتى يعترف؟ بكل بساطة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يستسلم وشهدوا على أنفسهم أنهم كافرين، أنهم كانوا كافرين. في الآخرة أخي الحبيب لا يستطيع الكافر أن ينكر أنه كافر، لأنه سيدخل في نار جهنم ويعذب فيها، فلا داعي أن نؤكد له إنه كافر. بينما في الدنيا هو يظن نفسه أنه هو على الحق وأن الآخرين على الباطل. أفمن اتخذ إلهه هوى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني فرعون مثلا لم يكن يعتقد أنه كافر، قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ادعى أنه هو سيهديهم إلى سبيل الرشاد. حتى اليوم الطغاة لا أحد يعترف أنه كافر، لا. بينما عندما يكون هذا الكافر في نار جهنم سيعترف. إذن أنا أستطيع الآن أن أضع تصور، وأنا هذا ما فعلته طبعا عندما كنت أتأمل هذه الآيات. يعني أنا الآن أحدثكم كيف أنا تأملت هذه الآيات. أنا وضعت هذه الفرضية مسبقا أن هذه الآية لا تحتاج لتأكيد، لأن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله هنا هم أصلا في النار معترفون، فلا داعي أن تؤكد لهم. بينما في الآية الثانية غير معترف، هو في الدنيا. طيب دعونا نرى النص كاملا. انظر معي أخي الحبيب، الآية الأولى في سورة الأعراف، انظر معي كيف تتحدث. نأتي للآية التي قبلها، هذه الآية الذين يصدون، ولكن هؤلاء أين هم؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. إذن أين هم؟ في النار. هل في داعي أن تؤكد لشخص أنه في النار وأنه كافر وهو يعذب؟ هو معترف ومستسلم. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إذن أصحاب الجنة وهم في الجنة أخي الحبيب، إن شاء الله نكون جميعا منهم. أنا وأنت سوف ننادي هؤلاء الملحدين وهم يعذبون في نار جهنم. القرآن يصور لك هذا المشهد، لذلك لا تحزن أخي الحبيب. سيقول المؤمن للكافر قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. إذن أقروا بالكفر. وفي سورة الأعراف قبلها بتقريبا 7-8 آيات ماذا قال؟ هم أنفسهم أصحاب النار وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. طيب واحد يعذب في النار وشهد على نفسه أنه كافر، هل هناك داعي أن تؤكد له أنه كافر؟ نحن أنت في خطابك العادي، هل في داعي أن تؤكد له؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. انظر، لا يوجد هم، وهم بالآخرة كافرون. لماذا لم يؤكد رب العالمين بكلمة هم؟ لأنهم أصلا في النار ويعذبون، وأحد ملائكة العذاب يؤذن. طبعا ملائكة العذاب عددهم 19 في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا منها، عليها 19.
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. طيب، الآية الثانية فيها تأكيد، هذه هي الآية الثانية أيها الأحبة، في سورة هود. إذن وهم بالآخرة هم كافرون، انظر لماذا التأكيد، انظر معي سياق الآيات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية تتحدث عن أناس في الدنيا وليس في الآخرة. هذه الآية هي تحذير لك أيها الملحد الآن وأنت تعيش على الأرض، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. انظر معي، إذن هم على الأرض وينكرون أنهم كافرون، أنهم كانوا كافرين، ينكرون هذه الحقيقة. طيب، هذا الذي افترى على الله كذبا كما يفعل هؤلاء الملاحدة والمشككين، ومنهم من يدعي أنه ينتسب للمسيح عليه السلام، والمسيح بريء منه، المسيح لم يكن يهاجم أحدا، حتى في الكتاب المقدس سيدنا المسيح عليه السلام لم يكن يهاجم أحدا ولم ينتقد أحدا، جاء بالخير والنور والتسامح والمحبة، هذه رسالة المسيح. فلماذا تحاولون الافتراء على الله كذبا وتحاولون تشويه صورة الإسلام؟ انظر إلى مصيرك أيها الملحد الذي تفتري على الله كذبا، تقول هذا القرآن ليس كلام الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد. طبعا الأشهاد هنا يدك ستشهد عليك، الملائكة سيشهدون عليك، الأرض ستشهد عليك، أشهاد ربما بالمليارات الله أعلم. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. انظر الموقف أيها الملحد عندما تقف أمام الخلائق والأشهاد يشهدون ويشيرون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. انظر إلى من يعطي فتوى كاذبة والعياذ بالله، يفتري على الله الكذب، من يحل الربا مثلا هذا مصيرهم، من يفسر القرآن خطأ لشهرة مادية أو غير ذلك هذا مصيره، يفتري على الله الكذب. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم، انظر إلى كلمة هم، كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. إذن هنا استخدم القرآن التأكيد بكلمة هم، وهم بالآخرة هم كافرون، مرتين كلمة هم، أكد أنهم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن الآيات تتحدث هنا عن شخص موجود في الدنيا يفتري على الله الكذب، تقول له إذا لم تترك هذا الافتراء وهذا الظلم هذا هو مصيرك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ويقول الأشهاد هؤلاء يشيرون إليهم ويعرضون على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سبحان الله، يعني لاحظت أخي الحبيب، فإذا أصبح لدي القاعدة، الآية التي تتحدث عن الظالمين وهو يعذب في النار لا داعي أن تؤكد له إنه كافر، لأنه أصلا هو قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
بينما الآيات التي تتحدث عن أناس موجودون على الأرض الآن في يومنا هذا وفي كل زمن يصدون عن سبيل الله الآن، هؤلاء أكد لهم أنهم كافرون، هم كافرون لأنهم ينكرون. لا يوجد إنسان يقول لك أنا كافر أنا مضل أنا، لا يدعون أنهم هم يحسنون صنعا ويدعون أنهم هم على حق. يعني هل رأيت ملحد يقول لك أنا على باطل وهم ينشرون الشذوذ الجنسي؟ هل يقولون إنهم على باطل؟ لا، يقولون لك هذا هو الحق وهذه حرية شخصية إلى آخره. مهم الآن هذا ما يتعلق بالإعجاز البلاغي. كلمة هم هنا أيها الأحبة، هم كافرون، لها عمل عددي أيضا. يعني هذه الكلمة محسوبة، كلمات القرآن محسوبة كلمة كلمة ومقدرة وبنظام محسوب. انظر معي أخي الحبيب، أنا عندما ذهبت للقرآن وبحثت عن عبارة هم كافرون، هم كافرون، وجدتها تكررت كم مرة؟ 7 مرات بعدد أبواب جهنم. لاحظت معي أن الله عز وجل وضع هذه العبارة هم كافرون 7 مرات في القرآن بالضبط، سنأتي للآيات 7 لتتفق مع قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان الله، انظر إلى هذا التناغم. جهنم لها 7 أبواب وعبارة هم كافرون 7 مرات ليقول لك أيها الكافر مصيرك إلى جهنم. انظر معي إلى 7 آيات أخي الحبيب، والآيات 7 كلها تتحدث عن أناس في الدنيا لا تتحدث عن الآخرة. انظر معي، الآية الأولى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن الآية تتحدث عن الحياة الدنيا، هم وهم كافرون، تأكيد. الآية الثانية في سورة التوبة أيضا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أيضا في الدنيا. إذن استخدم التأكيد. الآية الثالثة وأما الذين في قلوبهم مرض، إذا ما أنزلت السورة يعني، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن ماتوا وهم كافرون، إذن هم في الدنيا. الموت أين؟ في الآخرة، لا يموت فيها ولا يحيا. كل 7 آيات في الدنيا على فكرة يعني. الآن الآية الرابعة التي قرأناها في سورة هود قبل قليل، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. انظروا تتوسط الآيات، هذه الآية موضع البحث، هذه الآية أخي الحبيب رقمها 4، قبلها 3 آيات وبعدها 3. إذن سبحان الله، هذا النظام يعني هندسة، هندسة لطيفة. 3 آيات كلها في سورة التوبة كما نرى، وكلها تتحدث عن أناس في الدنيا، وهذه الآية في الوسط، جاءت في الوسط، رقمها 19. ولماذا 19 أخي الحبيب؟ سأقول لك بعد قليل. لأن عدد ملائكة العذاب 19، عليها 19. بعد قليل سنتناول هذه اللطيفة القرآنية. ثم تأتي 3 آيات، آية في سورة يوسف عندما قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن يتحدث عن أناس في الدنيا ترك ملتهم في الدنيا. الآية 6 وإذا رآك الذين كفروا، إذن في الدنيا.
إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. والآية الأخيرة رقم 7 الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآية أيضا تتحدث عن أناس في الدنيا. إذا هذه الآيات 7 تتحدث عن أناس في الدنيا، فاستخدم الله التأكيد هم، كلمة هم كافرون. والآية التي فيها يصدون عن سبيله توسطت هذه الآيات، رقمها 19. إذا لو أن الله في سورة الأعراف قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، لأصبح عدد مرات هم كافرون 8 بعدد أبواب الجنة. وهذا الأمر يعني الله سبحانه وتعالى تقصد أن يجعل عبارة هم كافرون 7 بعدد أبواب جهنم، ليقول لك إنه يعلم السر وأخفى، أن هذا القرآن منزل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. طيب، إذن وهنا ملاحظة أيضا، عبارة هم كافرون، انظر معي هنا، هم حرفان، كافرون 5-7 أحرف. يعني حتى كلمة كافرون إذا لاحظنا هنا كتبت من دون ألف، دائما في 7 آيات مكتوبة من دون ألف، مكتوبة كافرون، ولكن فوقها الألف الخنجرية التي أضيفت فيما بعد، أما هي 7 أحرف. هم كافرون عدد حروفها 7 بعدد أبواب جهنم، و تكررت 7 مرات بعدد أبواب جهنم، سبحان الله. يعني الآن أخي الحبيب، أنا لدي تأكيد بعدد الحروف الهجائية، يعني عندي أنا الآية الأولى هنا، نعود للآية الأولى، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هنا لا يوجد تأكيد بكلمة هم، هنا يوجد، فجاء عدد حروف الآية 47 حرفا حسب الرسم الأول، والعدد 47 عدد أولي. انظر معي إلى الآية الثانية، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، عدد حروف هذه الآية 49 حرفا، 7 ضرب 7. يعني انظر، الآية الأولى ليس فيها التأكيد، لا لغوي ولا رقمي، الرقم هنا لم ينضبط 7 في 7، بينما هنا العدد انضبط. يعني أنا لدي وسيلتي تأكيد في الآية هذه، وسيلة لغوية بكلمة هم وهم بالآخرة هم كافرون، ووسيلة عددية أن الله جعل عدد حروف الآية كلها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جعل عدد حروفها 49 حرفا 7 ضرب 7، عدد أبواب جهنم مرتين للتأكيد، كما أكد بكلمة هم مرتين، انظر معي هنا، هم بالآخرة هم كافرون، أكد بالرقم 7 مرتين، جعل عدد حروف الآية 7 في 7. طيب أين عدد ملائكة العذاب؟ اللطيف في هذه الآية سبحان الله أن الله أن رقمها 19، انظر معي هنا رقمها كم؟ 19، وتركبت من 19 حرف هجائي. يعني لو قمنا بعد الحروف التي تركبت منها هذه الآية، نجد الألف، اللام، الذال، الياء، النون، كذا 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 كذا، كم حرف؟ 19 حرفا. يعني الله بنى هذه الآية من 19 حرفا، وهو عدد خزنة جهنم، وجعل عدد حروفها كاملا مع المكرر 49 7 في 7 عدد أبواب جهنم. طيب بالله عليكم،
من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لذلك هنا أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالفعل بالفعل أنا شخصيا بدأت أتذوق معنى هذه الآية. لماذا لا يأتون بمثله؟ من يستطيع أن يؤلف كتاب 600 صفحة عبر 23 سنة؟ نحن ننسى ما كتبناه البارح، أنا أنسى ما كتبته قبل قليل. سيتذكر النبي طيلة 23 سنة أن عبارة هم كافرون يجب أن تتكرر 7 مرات، والآية التي استعرضناها قبل قليل حروفها 7 في 7 بعدد أبواب جهنم، والحروف الهجائية التي تركبت منها من حروف اللغة العربية، حروف اللغة العربية 28 حرفا، استخدم القرآن 19 حرفا بعدد أبواب جهنم ليؤكد لك أيها الملحد، يقول لك يا أخي هذا كلام الله وهذه جهنم أمامك، وهذا هو الدليل اللغوي والعددي. فإذا ماذا تريد أكثر من ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.